كبير جدا بيحظى به الأطفال داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 من خلال تخصيص جناح ضخم بيوفر العديد من الكتب المتنوعة والمختلفة بالإضافة لأنشطة تربوية وترفيهية أخرى. تعالوا بينا نشوف مدى الإقبال على الجناح ده ونوعية الكتب اللي بيقراها الأطفال. جيت معرض الكتاب قبل كده ولا دي أول مرة؟ لا الحقيقة ما جتش قبل كده، هي دي أول مرة. مرة قبل كده ودي ثاني مرة. دي أول مرة. أول مرة. أول مرة جمع معرض الكتاب. أول مرة. ممكن مرتين أو ثلاث مرات. أول مرة. دي أول مرة. أول مرة جي. دي ثاني مرة. أو جيت السنة فاتت والسنة دي. إيه نوعية الكتب اللي أنت حابة تشتريها أو بتقريها؟ الفاشن ديزاينر والخيال العلمي. الفاشن ديزاينر لاني بحبه وبصمم ازياء كتير عندي في البيت. الخيال العلمي عشان بحس وانا بقراها اللي انا بحس ان انا دخلت عالم تاني، بحب اقراها كتير. اشتريت كتاب واحد، كتاب عن متاهات والغاز كتير. الكتاب اللي انا حابب اشتريه شخصيه مصر بتاع جمال حمدان عشان هو بيتكلم عن مصر وموقعها الجغرافي. تخيل توفيق مثلا، بحس انها ليها قصه مفيده في حاجه وفجاه كنت فاهم الاحداث بس بعدها بتفهمها. كان يعني مثلا عن الحياه بس في الانجليش مش في العربي، بحب يعني بنجذب اكتر للانجليش. بدور بقى عن البيولوجي وفيزيكس وحضاره مصر وعايز اشوف حاجات عن الكوره. انا بحب اقرا قصص سيدنا يوسف وعايز اللي هو كتاب اللي انا بصلي منه وكده، يعني زي حاجات زي كده. السنه اللي فاتت اشتريت عن قصص الانبياء والقصص الدينيه، والسنه دي انا جايه عشان روايه معينه اسمها ارض زيكولا. كتب عن برمجه ولاك، كتب التعليم، الكتابه والقراءه والتلوين. هي القصة اللي انت مش قادرة تنسيها وقريتيها ودايما فاكراها؟ يوف ريتش سام، ولد كان بيحب بنت بعدها الولد ده مات، فمش عارفة في طريقة ما يعني كان بيتكلم مع البنت وهي بقى ما كانتش قادرة يعني تسيبه عشان هي كانت تحبه وكده. لان باخده في اللغة العربية او كده، ففي قصة بتكون بتفيدني او كده زي قصة علي مبارك وكده. هاري بوتر مع صايا وبينقذ شوية من صحابه وكده، فأنا حبيتها اللي هما الصحاب بينقذوا بعض وخايفين على بعض وكده. كتاب اسمه مانجو، في رواية اسمها أبابيل هي عجباني وأكتر واحدة معلقة معايا. قصص الأنبياء، أنا قريت قبل كده حاجات عن اليونان، حاجة اسمها أوديسي، سيرة النبوية، الإمام الشافعي. قصص سندريلا هي أحلى قصة قريتها، وبرده قصص الأنبياء.